ازيكم عاملين ايه؟ رجعنا لكم بفيديو جديد. فيديو النهارده هعلمك ازاي تثبت الايم في ببجي. لو انت لسه ما ثبتتش الايم خليك معايا لاخر الفيديو عشان تفهم هتثبته ازاي. وطبعا مش هفكرك قبل ما ابدا الفيديو ما تنساش بسرعه ان انت تعمل سبسكرايب في القناه وتفعل زر التنبيهات وتعمل لايك. يلا بينا. اول حاجه هوريكوا ازاي تنزلوا الملف. تضغط على اللينك اللي تحت الفيديو اللي هو ده، طبعا بتفتحه زي كده بيجي لك صفحه زي كده بتقول لك رابط التحميل انتظر 6 ثواني او 7 ثواني على حسب. المهم بتستنى، بعد ما تخلص بتنزل لتحت وتضغط التالي بتدخلك على الصفحه تاني، تستنى برده 9 ثواني. معلش بقى لفه كبيره بس وبعد ما تخلص بتنزل تحت بتلاقي كلمه اسمها كليك اللي هي الكلمه الحمراء دي، بتضغط عليها بعد كده بيحولك للرابط ده، بتستنى 10 ثواني وبعدين تضغط متابعه. بعد ما تضغط متابعه هيحولك على الملف اللي هو ده، هو حجمه 678 ميجا، تضغط تنزيل وبكده تكون نزلت الملف. دلوقتي بقى هوريك ازاي تدخله على الموبايل وتحطه في انهي فولدر بالظبط. يلا بينا. طبعا اول حاجه بتيجي على الملفات زي كده اللي هي الذاكره الداخليه بتاعت الجهاز. طبعا بعد ما تنزل الملف اللي انا هسيبه لك في لينك تحت الفيديو، الملف ده بتيجي تاخده كده نسخ تمام، وتيجي على مساحه التخزين المشتركه، وتيجي على اندرويد، وتيجي على داتا، وبعدين تطلع فوق لحد اما تلاقي الملف بتاع لعبه ببجي اللي هو ده، اللي هو الملف ده كده، تضغط عليه وبعدين بتيجي على فايل، وبعدين بتيجي على تالت ملف اللي هو ده، وبعدين تيجي على الملف ده، وبعدين هنا، وبعدين على سيفد، وبعدين على ملف اسمه BAKS تمام. الملف ده بتضغط عليه، خد بالك من اسم الملف، وبعدين بتعمل لصق هنا. طبعا عشان نعمل لصق مش هعمل. وبعد كده بتخرج خالص تمام وبتفتح اللعبه. ودخلنا اللعبه زي كده، وده الايميل بتاعي لو حد حابب يلعب معايا وكده، الاي دي بتاعي فيه اهو. طبعا الملف ده عشان انا بحبكم وسالك، الملف ده جبته لكم، بيشتغل على الساحه وعلى الخرائط العاديه تمام. تعالوا عشان الخرائط دي بتنزل نجرب ايه، نجرب نلعب الساحه كده، حتى الخرائط اللي هنا لسه ما نزلتش نلعب في اي خريطه من دول. طبعا نازلين في اي مكان عشان نجرب ثبات الايم. تعالوا نجرب ثبات الايم كده. طبعا ده فيكتور اهو ثابت في كل الاسلحه اهو تمام. وبس كده، لو في حاجه معاك ما ظبطتش كلمني انستا.